صباح الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم قبل الجرس في جولة نحو افتتاحيات الأسواق العربية والدولية وباقة من الأخبار الاقتصادية المتنوعة. صباح الخير رندا. صباح الخير صلاح والسادة المشاهدين، ومع بداية يعني التحركات قبل الجرس وقبل أن نبدأ في التداول، نقف على أبرز المواضيع والملفات ونكون في مراقبة واستعداد لانطلاق تداول جلسة اليوم. إلى التفاصيل. ونبدأ مباشرة مشاهدينا مع خبرنا الأول هذه المرة، نتجه للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الذي يأتي هذا الخبر بالتزامن مع عطلة نهاية العام وكذلك أعياد الميلاد. نتحدث عن مبيعات التجزئة التي نمت في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر أو في حدود 3.1%، ونتحدث هذه المرة عن فترة شهر نوفمبر بالنسبة للبيانات الأخيرة يعني إلى غاية 24 من ديسمبر تحديدا حتى نهاية موسم العطلات وربما أعياد الميلاد. هي صحيح النسبة قلت بقليل على التوقعات، لكن يبدو أن رغم تحديات التضخم وكذلك رفع أسعار الفائدة إلا أن الشهية الشرائية المتعلقة بنهاية السنة تبقى مرتفعة للمواطن الأمريكي وربما للمواطنين في كل دول العالم بشكل عام. يعني فعليا ربما هذه الفترة التي تتسم ببعض الخصوصية صلاح، يعني حتى في ظل بعض المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي وتراجع الإنفاق لدى المستهلكين، إلى أنها لا تزال مهمة بالنسبة لهم، وهذا ما شاهدناه يعني جاء في هذه المبيعات التي نوعا ما ربما يعني التركيز فقط ليس على هذه المبيعات ولكن على ما قد يتجه إليه الفدرالي الأمريكي. نتحدث عن مبيعات لا تزال موجودة، الإنفاق الاستهلاكي كذلك ربما هذا المؤشر الذي يركز عليه بالنسبة لمعدلات التضخم. هو عدد المتسوقين في الولايات المتحدة الأمريكية هذه السنة قل قياسا بالعام الماضي، ما يعود إلى هذه القلة هو انخفاض مبيعات الانترنت رندا التي تراجعت قياسا بالعام الماضي. السبب يعود إلى أن البعض يتهم بعض العروض الترويجية أنها ليست غير صحيحة، ولكن عند الشراء عبر الانترنت هذه السنة المقصد لم تكن بتلك الجاذبية وبتلك التخفيضات والخصومات التي تجعل المواطن الأمريكي يرفع من شهية الشراء كذلك عبر الانترنت هنا. يعني ما فيش إغلاء كثير كبير بالنسبة لهاي العروض. لم يكن كذلك هذه السنة، ولكن البعض ربما يعتقد بنهاية السنة ومع الأسبوع الأول من شهر يناير قد تعود الحركة الشرائية إلى الارتفاع أكثر. يعني ولكن ربما في الأيام التي سبقت أعياد الميلاد كنا شاهدنا على سبيل المثال الجمعة البيضاء وغيرها من الأيام كانت هناك مبيعات قياسية فعليا. نعم. يعني هذا ما أدى يعني ربما تعتبر محسوبة فيما يخص مبيعات التجزئة وما شاهدناه وتحديدا يعني عبر الانترنت التي اصبح نوعا ما ابسط. يعني انت تفضل عبر الانترنت ولا تروح للمراكز؟ لا بالطريقه الكلاسيكيه عبر المراكز طبعاً. لازم تشوف بعينك. لا اثق في الانترنت طبعا. كانت هذا الوضع قبل نهايه السنه، ولكن الاسواق الدوليه كيف تتماشى رندا مع الايام المتبقيه للعام 2023؟ يعني على ما يبدو لا تزال الحركة فيما يخص التوجهات سواء على أسواق الطاقة، يعني لدينا ملفات معينة متعددة تحركها، ولكن علاوة المخاطر الجيوسياسية هي التي لا تزال مسيطرة على المشهد في أسواق الطاقة. نتابع تحركات الأسواق العالمية. وتحركات الأسواق العالمية لهذه الجلسة نستهلها من أسعار النفط التي عادت للتراجعات بربع نقطة مئوية تقريبا بالنسبة للخامات، وكنا شاهدنا خام برنت الذي عاد واستعاد مستويات 80 دولار للبرميل على الرغم من هذه التراجعات، ولكن كانت المكاسب تحديدا مع عودة التداول لهذا الأسبوع بالنسبة للأسواق العالمية، ولكن قلصنا هذه المكاسب التي كانت على أسعار النفط تحديدا بعد ما شاهدنا عودة وبدء شركات الشحن الكبرى لعودة
الملاحة البحرية في البحر الأحمر على الرغم من الهجمات التي لا تزال مستمرة في هذه المنطقة وتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. يعني على الرغم من هذا التوجه، ولكن اليوم الشركات أصبحت تعود تدريجيا بعد أن أوقفت الحركة البحرية لها في البحر الأحمر. في المقابل لا نزال نسعر في ملفات أخرى فيما يخص تحركات السلع والذهب الذي كان المستفيد في الفترة الماضية من التحركات، سواء ضعف الدولار، ضعف العوائد سندات الخزانة الأمريكية التي جاءت تماشيا مع ما سمعناه والتصريحات التي كانت من قبل جيروم باول حيال توجهات ببدء خفض معدلات الفائدة العام المقبل. ولكن يعني ربما هذا الملف الأبرز الذي اليوم السوق تسعره والتي وصلنا إليها، وتحديدا بالنسبة بحسب البيانات الأخيرة التي غرناها داخل الاقتصاد الأمريكي، هذا ما أعطى مزيد من الزخم. يعني نتحدث عن الذهب الذي عاد فوق مستويات 2060 دولار للأونصة. في المقابل كان لدينا تحركات لا تزال ضغوط واضحة على الدولار الأمريكي. يعني كنا رقبنا إن وقفنا على تحركات هذه العملات الرئيسية في جلسة اليوم، نلقي نظرة عن تحركات هذه العملات والدولار أمام سلة من العملات الرئيسية الذي ظل تحت الضغط فعليا. نتحدث عن المكاسب التي حققتها بعض العملات الأخرى الرئيسية مثل اليورو الذي وصل إلى أعلى مستويات له في 4 أشهر، استفاد من ضعف الدولار الأمريكي. نتحدث عن مستويات 11 اليوم 36 بالنسبة لهذه التحركات. لدينا بعض الضغوط، ولكن لا تزال حركة عرضية على الدولار الأمريكي. اليوم لديه بعض المكاسب مقابل الين بعد أن كنا شاهدنا يعني استفادة كانت كبيرة للين كذلك الذي ارتدي لأعلى مستوياته منذ أكثر من 5 أشهر والآخر أمام الدولار الأمريكي، وشاهدنا يعني عودة بعض المكاسب التي لا تزال طفيفة. يعني تحركات عرضية شاهدناها على الدولار الأمريكي. ننتقل للمنطقة الآسيوية. اليوم كانت حركة نوعا ما مختلفة عما شاهدناه في جلسة أمس. النيكاي يعود ليستعيد هذه الارتفاعات 41 نقطة المئوية، ولكن حتى اليوم عودة التداول بالنسبة لهونغ كونغ وكذلك أستراليا، العودة التي شاهدناها اليوم لهونغ كونغ كانت نوعا ما مختلفة، وتحديدا كان دعم واضح من أسهم ألعاب الفيديو والتي وصلت هذه الارتفاعات. كنا شاهدناها نوعا ما هذه الأسهم التي دعمت الارتفاعات في هونغ كونغ. حتى بالنسبة للصين، تحدث عن الشركات الصينية وهذه الارتفاعات التي كانت على مستوى هذه الأسهم في التداولات. نتحدث ربما عن الأخبار المتعلقة والتي أدت إلى هذا التفاعل بعد أن أعلنت أكبر هيئة تنظيمية للألعاب في بكين أنها ستدرس بعناية مخاوف جميع أصحاب المصلحة بشأن مسودة القواعد التي تهدف إلى الحد من الإفراط في الألعاب وكذلك الإنفاق عبر الإنترنت. هذا ما أعطى بعض الزخم لهذه الأسهم التي أدت إلى الارتفاع الذي شاهدناه اليوم مع عودة التداول بالنسبة لهونغ كونغ، وحتى بالنسبة للمؤشرات الصينية التي اليوم لديها بعض المكاسب. وقلصنا ما شاهدناه من تراجعات سواء بالنسبة لليابان وحتى بالنسبة للصين. العقود الأجلية للمؤشرات الأمريكية، يعني لا نزال نتحدث عن قمم قياسية لهذه المؤشرات، ولكن اليوم لدينا بعض الحركة لا تزال رديعة على بعض تراجعات طفيفة فعليا بالنسبة لهذه العقود الأجلية للمؤشرات الأمريكية. ولكن استمرار واستكمال للمكاسب، نتحدث عن الداو الذي يعني يقترب من مستويات قليلة عن مستوى 38,000 بالنسبة لهذه التحركات بعد أن لا يزال عند قمة قياسية. سوف نكون كذلك في مراقبة التحركات وافتتاحية وول ستريت لهذه الجلسة وباقي تحركات الأسواق الأخرى. إلى أخبارنا تحت المجهر، ونبدأها من مصر. أين تتجه مصر للمراهنة على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة؟ وهو ما صرح به رئيس الهيئة، أين قال أن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يتوقع الاستثمارات الخاصة بالموافقات النهائية رند عند 1,800,000,000 دولار. يبدو أن هذه المشاريع صحيح يتم الحديث عنها منذ سنوات، لكن الخلل والمشاكل في الملاحة البحرية العالمية قد يجعل من قناة السويس جاذبة للاستثمارات بشكل كبير. طبيعة الحال يعني ربما هذه التوجهات التي قد تكون تصب في مصلحة قناة السويس. نتحدث يعني عن قناة ربما يعني تعود باستثمارات قوية للاقتصاد المصري والتعويل عليها بشكل كبير فيما يخص هذه التوجهات. وكانت يعني كذلك تم الإعلان عن موافقات بنهاية
حصولها على 42 مشروع على موافقات مبدئية، كانت هناك كذلك القيمة الاستثمارية التي تقدر بالنسبة لهذه المشاريع أكثر من 900 مليون دولار. وكانت كذلك في هذا السياق أعلنت شركة الشحن البحري الفرنسية CMI التي استعدادها لزيادة سفنها التي تعبر قناة السويس، وهنا يعني ربما تكون الاستفادة في ظل توجهات الشركات العالمية للعبور من هذه القناة. نعم، هي تخلق تقريبا ممر جديد مع المشاكل في البحر الأحمر. اليوم يتوفر ربما بعض المضائق الأخرى التي سوف تكون كما نعلم الوجهة الجديدة لسفن الشحن والمواد الغذائية، وعلى ما يبدو أن قناة السويس سوف تقتنص هذه الفرصة ولن تضيعها في استقطاب مزيد من المشاريع الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بالشركات الكبرى. يعني وتعد هي من أكبر أو من أبرز القنوات يعني التي تعبر عليها، وإن تحدثنا عن التجارة العالمية بشكل عام. ونتجه هذه المرة من مصر إلى بريطانيا، أين توقع مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال أن يصبح الاقتصاد البريطاني الأفضل أداء بين الاقتصادات الرئيسية في أوروبا، يعني على الرغم من أن المخاوف المتعلقة اليوم بأن كانت يعني تحديدا الحديث أصبح بشكل كتير قريب صلاح مؤخرا عن أن بريطانيا قد تدخل أو اقتصاد بريطانيا يدخل في ركود ولكن على ما يبدو اليوم تغيرت نوعا ما النظرة. صحيح، خاصة وأن أرقام التضخم التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي كانت أفضل من التوقعات بشكل كبير. يبدو أن ما تقوم بها الحكومة البريطانية الجديدة من سياسات أصل إصلاحية والذهاب نحو التنويع بشكل واضح في السنة الأخيرة بدأ يأتي تدريجيا ربما بالنتائج، خاصة وأن المعدلات المقترحة تقريبا في النمو بين 1.3% إلى 1.8% كانت ضمن التوقعات بشكل كبير. فعليا يعني نوعا ما تغير المشهد مع ما شاهدناه في الفترة الماضية والضغوط التي كانت على هذا الاقتصاد ومساعده البقاء كأكبر سادس اقتصاد في العالم فعليا، يعني على الرغم من كل هذه المخاوف والتوقعات التي كانت مربوطة بأننا قد نشهد وقد يذهب الاقتصاد البريطاني في ركود، إلى أن ربما هذه التوقعات تعود من جديد، وتحديدا يعني بعد أن شاهدنا يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يخص بريطانيا. مكتب الإحصاءات الوطنية يقول أن الاقتصاد تقريبا انكمش بعشر في المئة، لكن مع ذلك يتحدث أن الإصلاحات التي كانت في السنوات الماضية سوف تخرج بريطانيا من أزمتها الاقتصادية بشكل عام. ونذهب إلى خبر آخر هذه المرة، أين وافقت إسرائيل على منح إنتل جروب مبلغ 3 مليارات و200 مليون دولار لإقامة مصنع جديد للرقائق بقيمة 25 مليار دولار. يعني ربما الحديث اليوم عن موضوع الرقائق أصبح يعني شائك، وتحديدا يعني شهدنا المنافسة، لأن ليست العديد من الشركات التي لديها هذه الخصية أو الإنتاج بالنسبة للرقائق. صحيح، المفارقة صحيح مشكلة الرقائق التي كانت في السنتين الماضيتين، لكن المفارقة التوقيت التي منحت من خلاله إسرائيل هذه الرخصة وهذا التمويلات للشركة. نحن نعلم أن الكثير من الشركات في إسرائيل منذ بداية الحرب ليست تتخارج، ولكن دونها الكثير من التحديات، فمن حيث التوقيت ربما هو في غاية من الأهمية. تريد الحكومة الإسرائيلية أن تعطي ربما بعض الإشارات إلى أن الاقتصاد لا يزال متماسك ولا زلنا نجذب في الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأنت تعلمين أمس فيما يخص الضغوطات على الموازنة الخاصة بوزارة المالية الإسرائيلية عند 18 مليار دولار. يعني فعليا ربما هذا ما قد تتجه إليه هذه الشركات، وإعادة النظر بالنسبة للحوافز التي قد تقدمها إسرائيل في الوقت الراهن قد تكون نوعا ما مختلفة، وإن تمت فعليا التزام هذه الشركات بما تم الاتفاق عليها. على كل، لا تزال لدينا المواضيع، وهذه المرة نتحدث عن شراء المستثمرة الأمريكية كاثي وود حصة جديدة في أسهم شركة الواي كوربوريشن اليابانية المشغنة لمنصة ياهو في اليابان، وذلك لأول مرة في العام الجاري. الحصة تقريبا عند 1,700,000 سهم بشكل عام، وربما هذا ما يعطي بعض الإشارات الجديدة إلى توجه المستثمرين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال نحو الأسهم التكنولوجية، نحو الشركات التكنولوجية. يبدو أن الإغراء في السنوات القادمة هي هذه المشاريع، مشاريع ياهو، فيسبوك، إكس، هذه المنصات. كما نعلم إكس قبل سنوات فقط استحوذ عليها إيلون ماسك، وبالتالي يبدو أنه التوجه الجديد لكبار المستثمرين في العالم. يعني إذا عندك مصاري ممكن تروح تستثمر في أي شركة يا صراحة. سأؤسس شركة تكنولوجية جديدة. يعني خلاص أنت كمان عندك توجه في التكنولوجيا. على وشك القيام بذلك. يعني ربما كورونا فتحت كثير الأعين على نحن شاهدنا يعني القطاع
اللي كان يعني افتتح بشكل كتير كبير في فترة كورونا، وتحديدا البقاء في المنازل، هذا ما أعطى زخم كبير، فرص استثمارية جديدة ومشاريع غير تقليدية، وهذا القطاع الذي شهدنا عليه زخم بشكل كتير كبير. على كل يعني نتجه هذه المرة كذلك ونبقى في القطاع التكنولوجي، يعني لا نبتعد كثيرا. شركة أبل هذه المرة الذي دخل الحظر الأمريكي على استيراد بعض نماذج الساعات الذكية الخاصة بهذه الشركة، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عمدت إلى عدم استخدام حق النقد على حكم بشأن انتهاكات براءة الاختراع الخاصة بهذه الساعة. طبعا لو تذكرين رندا قبل أيام تحدثنا تقريبا عن هذا الخبر، لكن كان فقط في سياق التقرير، لكن اليوم ذهبنا إلى هذا الحظر. الفكرة أن هناك شركة طبية تسمى ماكسيمو هي من قامت برفع هذه الدعوة، وهي تمتلك خاصية تتيح معرفة وقياس الأكسجين في الدم، ولكن أبل قدمت هذه الخاصية من خلال هذه الساعة، وبالتالي هي تتهمها بالاستيلاء على تكنولوجيا لديها براءة اختراع، براءة اختراع لهذه الشركة. يعني ربما الكل يعني يدور على مصلحته في الأخير. صحيح. بطبيعة الحال، والتكنولوجيات التي تقوم بها وتتجه إليها هذه الشركات. على كل احنا مستمرين معكم في قبل الجرس، ولكن نذهب معكم لفاصل قصير ونعود لنتعرف على ابرز ملفات بوصله هذا اليوم بعد قليل. مستمرنا معكم في قبل الجرس مشاهدينا الأعزاء، هذه المرة إلى غرفة الأخبار، وكيف هي التحضيرات لمختلف برامجنا اليوم وافتتاحيات الأسواق العربية بعد قليل. إلى الزميل الطيب عبد المجيد، صباح الخير الطيب، كيف تتحضرون؟ التحضيرات على الله يسعد أوقاتك، تحضيرات على قدم وساق رغم الهدوء الذي ينتظم المنطقة. أهلا بك صلاح ورندا. يعني على الرغم من استمرار التوترات وسط أنباء عن انفجارات أيضا في الممر الملاحي، سفن شركات الشحن الكبرى تشق طريقها من جديد عبر البحر الأحمر، وأسعار النفط تراقب بحذر برنت يحوم حول مستويات 81 دولار للبرميل. هذا في أبرز التطورات الجيوسياسية في المنطقة. كذلك نتابع في أسبوع التداولات الأخير في هذا العام، رالي سانتا كلوز في وول ستريت يحتدم، يعني وهل ينجح S&P 500 في تسجيل قمة قياسية بحلول ختام العام؟ هذا ما ستنتظره الأسواق. وفي ملفات حصاد العام 2023 على قناة CNBC عربية اليوم، تخفيضات أوبيك بلس والتوترات الجيوسياسية تخفقان في دعم أسعار النفط برنت يتجه صوب تكبد أول خسارة سنوية في 3 سنوات، فيما الخلافات تحيط بمسار الخامات في عام 2024 المقبل. في ملفات الحصاد أيضا في هذا العام، رصد الأداء الاقتصادي لدول شمال أفريقيا، تونس، ليبيا، الجزائر والمغرب، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات في العام المقبل 2024. هذه هي أبرز الملفات اليوم على طاولة البوصلة في CNBC عربية. شكرا لك طيب على كل هذه المواضيع، وسوف نكون معك مع انطلاق بوصلة هذا اليوم بعد قليل. ونبقى في قبل الجرس هذه المرة، يعني أبرز ما كنا نراقبه ملف مانشستر يونايتد فعليا هذه المرة، وبعد شراء حصة لمستثمر هذه المرة شاهدنا كيف تفاعلت أسهم مانشستر يونايتد، هذا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قرابة 3%، يعني على ما يبدو الملياردير حسم الصفقة ودعم السهم. حتى الفريق تفاعل مع هذه الصفقة، وأمس كان منهزما بهدفين مقابل صفر. لا في آخر النتيجة في آخر المقابلة فاز ب3 مقابل 2. لا كانت يعني صفقة إيجابية على السهم وعلى النادي نفسه. تماما. إذن سهم مانشستر يونايتد يرتفع ب3% بجلسة تداولات يوم أمس بعدما حسم الملياردير راتكليف صفقة شراء تقريبا 25% من أسهم النادي. هذه الصفقة تفاعل معها السهم بشكل كبير، خاصة وأن 25% تعادل 33 دولار لكل سهم، وهو ما يرفع من قيمة النادي عند 6 مليارات و200
مليون دولار، وذلك بحسب وإضافة الديون. هذه الصفقة وإتمامها طبعا كما نعلم كانت قبل يومين إلى 3 أيام، ولكن تعارضت مع العطلة الخاصة بالكريسماس، واليوم ويتفاعل السهم مع هذه الصفقة بشكل كبير. سوف نتابع ردة فعل السهم في هذه الجلسة كذلك، هل سوف تكون مواتية كما قام النادي أمس بالفوز في آخر مقابلة له، أم أن السهم سوف يذهب بعيدا وسريعا لعملية جني الأرباح. وقبل أن نبدأ التداول اليوم، كيف تتحضر المؤشرات في المنطقة؟ والقسط الأول منها مؤشر الكويت وكذلك الإمارات، وكالعادة ينضم إلينا أسامة رشيد من الكويت وكريم مسعد من ناسداك دبي. سعد صباحكم بكل خير. أبدأ معك أسامة، يعني ماذا نتوقع لهذه الجلسة وتحديدا ما شاهدناه من بعض التقلبات التي عادت للبورصة في الجلسة الماضية؟ أسامة صباح الخير رندا وصلاح وكريم. لا تغيير كبير في مسارات التداول حقيقة، التداولات الهادئة الأقرب إلى العرضية منها إلى صعود أو تراجع، حتى وإن أغلقت المؤشرات على تراجع في جلسة تعوضها في الجلسة التالية، وإن أغلقت على مكاسب أيضا تبخر هذه المكاسب لاحقا. فأعتقد لا جديد ولا أتوقع حدوث الكثير من هنا وحتى جلسة الغد، الجلسة الأخيرة من العام، يعني نتطلع إلى العام الجديد بأن يحمل أخبارا إيجابية. الخبر الوحيد الموجود على موقع البورصة هو الإعلان عن إتمام صفقة مجموعة الخليج للتأمين، الصفقة عملاقة حوالي 860 مليون دولار سوف تحصل عليها مشاريع الكويت كيبكو. هل سيكون هنا تأثير في على السهم أم لا؟ طبعا الشركة قالت أنه لا أثر مالي يذكر في الوقت الحالي، فلننظر ونراقب السهم. نعم إلى كريم بعد التحية لك أسامة، صباح الخير لك وللزميل كريم. كيف تتحضر كذلك الأسواق في دبي وأبوظبي لافتتاحية جلسة اليوم؟ هل هو الهدوء كما ذكر أسامة، أم أن نهاية السنة سوف يكون لها بعض الخصوصية؟ لا يختلف الأمر كثيرا صلاح، بعد صباح الخير ورندا وأسامة، لا يختلف الأمر كثيرا عما ذكره أسامة، اللهم إلا بعض الاستثناءات المتعلقة بأسهم بعينها. اليوم خليج للملاحة لديها استحواذ على شركة كانت تابعة لها، وهي الخليج بوليمار للملاحة، استحوذت على 100% من أسهم الشركة، رفعت حصتها من 60% إلى 100%. هذا من جانب. من جانب آخر ننظر إلى سهم بيور هيلث، اليوم مع التنفيذ لإدخاله ودخوله على مؤشر فوتسي القياسي العالمي، مؤشر الشركات كذلك ذات رأس المال الكبير، هذا ما ننظر إليه بالتحديد في أسواق الإمارات، ولكن دون ذلك تبقى الأمور هادئة في الأسواق بسيولة متواضعة. شكرا جزيلا لك كريم ولأسامة، سوف نعود إليكم لاحقا لمراقبة التحركات في الأسواق. إلى أبرز ما تضمنته مواقع التواصل الاجتماعي ومنصاتنا المختلفة، نبدأها بانستغرام رندا. 7 شركات صرافة تعتزم الطعن على قرار وقف عملها في مصر. يعني ربما نجد الأخبار أو التطورات لهذا الموضوع على موقع انستغرام، ونتجه كذلك لموضوع آخر مهم بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي والذي شاهدنا عليه، يعني كان الحديث بشكل واضح هذه المرة في الأردن، وتحديدا وزير السياحة الأردني قال صلاح بأن مقاطعة العلامات الأجنبية تدور 15,000 عامل في البلاد، لأنها يعني كونها تعمل في البلاد أكيد المواطن الأردني أو المقيمين في الأردن كذلك يعملون داخل هذه الشركات. طبعا وهو نفس الأخبار المشابهة قرأتها في سابقا كذلك في مصر، أين تأثرت العديد من الطبقات على خلفية هذه المقاطعة. يعني نحن نعلم أن المقاطعة صحيح لديها علاقة مباشرة بالحرب الإسرائيلية على غزة، الشركات الكبرى نعم تتأثر، ولكن العامل هو الآخر يتأثر بشكل واضح وصريح ومباشر.
وإلى منصة إكس كذلك لدينا أحد المواضيع التي اخترناها هذه المرة في ظل ما شاهدناه من الجدل بالنسبة للرسوم الجمركية. هذه المرة أمريكا تمدد إعفاء منتجات صينية من هذه الرسوم. لا الصين يمكن أن تتخلى على أمريكا ولا أمريكا ولا يمكن أن تتخلى عن الصين. منذ بداية الحرب التجارية صحيح كان واضح أن الذهاب إلى هذه الإعفاءات وربما حتى التمايز والتماشي مع بعض مستقبلا هو الحل. على كل نأتي معكم مشاهدينا لنهاية قبل الجرس، ولكن بوصلتنا ستنطلق بعد هذا الفاصل. إلى اللقاء.